بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصور لتاني مرة ازاي تختار بطيخة كويسة وتطلع حمراء ومسكرة. زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، لازم يكون البطيخة اللي معاك تكون كاملة الاستدارة. بص، البطيخة مش مبوزة من كل الاتجاهات، هي كاملة الاستدارة. تاني حاجة، صورة البطيخة لازم تكون بارزة لبره، ما تكونش داخلة لجوه. شايفين عاملة ازاي؟ وتكون فيها الجزء البني دوت، ما تبقاش كلها خضرة كأنها لسه طرية. امسك البطيخة من كل الجوانب بتاعتها وما يكونش فيها أي حتة طرية، اضغط عليها كويس أو بصوابعك، لو فيها أي حتة طرية ما تاخدهاش. أوكي؟ طيب، نيجي للجزء الأبيض دوت، بص الجزء الأبيض ده يا جماعة، شايفينه؟ جزء صغير اللي بيسموها المخدة بتاعت البطيخة، جزء صغير ومايل للصفار، ودوت دليل على إن هي بطيخة كويسة ومسكرة. هنفتح مع بعض كده البطيخة دلوقتي أهوت ونشوف هتبقى عاملة إزاي. امسك يا محمد كده الموبايل، ما تدوس على حاجه لو سمحت، وصور البطيخه كويس. هي مش بتصور. عشان افتحها بقى والناس كلها تشوفها. بسم الله. هنبدا على فكره. استنى كده يا محمد. جامده. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين يا جماعه البطيخه عامله ازاي؟ ماسكه نفسها وجامده. بصوا بقى كده لما اجي اقطع، سامعين؟ ادي حته. بصوا. البطيخه هنا ليها قطعه، شايفين اهو، بيبقى ليها ناتشه قويه مش طريه. دوق كده يا محمد كده بقى، عشان انت الموبايل وتعبت معانا. شكرا ليكم وبالهنا والشفاء، وتعلموا ازاي تشتروا بطيخ كويس زي مستر فؤاد.